السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring مقطعنا اليوم عبارة عن نصايح وشغلات مهمة جدا أنك تعرفها في بداية اللعبة وراح تساعدك طبعا في التطوير والتقدم في اللعبة في منطقة اسمها Stormville كاسل في هذا المكان راح تلقى حرمه موجوده في كوخ اسمها تقريبا رودريكا كل اللي عليك تسوي انك تكلمها تعطيك وضعيه المسكينه لكن صدقني هذه من اهم الشخصيات اللي لازم تقابلها في اللعبه ومجرد ما تخلص الكويست حقها راح يعني تدعي لي فكل اللي عليك في البدايه انك تكلمها بعد ما تكلمها تروح الى الستورم فيل كاسل او القلعه هذه وبتلقى ايتم فوق الجثث هذه اسمها تشيرلسيمينتو المهم علينا من اسمها انت بتاخذ هذا الايتم وبترجع تعطيها الى الحرمه هذه أه راح تكلم معها شوية ليه ما راح تقول لك أنا راح أروح إلى راوند تيبل قابلني هناك أو المهم أنها بتروح هناك فبتروح بتقابلها مرة ثانية هناك وبتم تكلمها طبعا أنت يوم تكلمها هنا أه راح تفتح ميزة جديدة عندك في اللعبة إذا ما كلمتها ما راح تظهر لك اللي هو لو رحت إلى البلاك سميث هذا اللي موجود هنا راح يعني يكون فيه كلام ثاني أو مختلف فمجرد ما تكلمه كل عليك أنك تجلس تفرفر بينهم الاثنين هذا ترجع تكلم البلاك سميث وتروح تكلم البنت وترجع تكلم البلاك سميث وترجع تكلم البنت طبعا من خلال الكلام اللي بيقوله البلاك سميث ان عندها الجفت هذا اللي هو السباير تونينج وهذا اللي جالسين ندور عليها يا عزيزي المشاهد فبتجلس تفرفر لين ما تصير فعليا هذه سبايرت تونينج ما ادري وش اسمها وبتلقاها جالسه كذا في مكان وبينها شموع واستحضار الجن والسوالف هذه فانت اعرف انك وصلت يعني مجرد ما تكون فتحت المحل هذا او الشوب آه اللي هو السبيرت تونينج فمن خلاله بتقدر تحول القطع اللي آه او الارواح هذه اللي تستدعيها مهمه جدا راح تغير من مجرى اللعب معاك وتسهل عليك يمكن بعض البوسز في المستقبل فلا تفوت هذه لأن انا حطيت النصيحه الاولى لان من السهل انك تفوتها في اثناء اللعب النصيحه الثانيه يا اخوان بما يتعلق عن الايتمات طبعا موضوع الايتمات عند الفندر اذا رحت عند بائع وشفت مثلا شغله مهمه موجوده عنده لا تقول والله بعدين بشتريها وتنسى هذا المكان وتقول بشتريها من عند فندر ثاني فانتبه من هذه الشغله لان بعض الايتمات مش موجوده الا حصرا عند بعض الفندرز او البائعين يعني. التورش هذا مهم بتلقاه طبعا في اول في في البدايه في بدايه اللعبه من المنطقه اللي اسمها ايليه فهناك بتحصلون الفندر هذاك ويمديكم تشترون منه الشعله فانتبه انك تقول والله بشتريها بعدين الشعله هذه لا اشتريها من الحين كلها 200 رونز والسلام عليكم واللي اهم من الشعله انك تشتري اللانترن او الفانوس الحلو فيه انك يمديك تعلقه يعني وانت معلقه خلاص تفرفر كذا وهو مضوي لك يعني اذا دخلت في كهف ولا شيء كذا في ظلمه راح يتم مضوي لك وانت يعني ما تستخدم يدينك الاثنين عرفت يمديك تجلد ويمديك هذا مهم جدا هذا الايتم لا تفوته اقرب شيء في بدايه اللعبه انك تقدر تحصل على هذا الفانوس اللي هو عند الميرشن تشيك بوينت او الميرشن شاك على اليسار تحت هذا هو موجود وطبعاً, وطبعا الايتم الثاني اللي هو من اهم الشغلات انك تكون حاصل عليها في البدايه اللي هو الكروسبو او البو المهم الكروس بو افضل واحد كبداية انك تحصله اللي هو الكريبوس بلاكي كروس بو ممكن أنك تحصل على هذا الكروس بس بمجرد استخدام الستونز وورد كي طبعا هذا المفتاح راح يفتح لك الباب في الراوند تيبل هول وتلقى الكروس بو فيه. وفيه البو الثاني، النوع الثاني اللي هو مثل ما قلنا اليدوي آه يمديك تحصله في آه منطقة المست وود. آه المست وود هذا اللي هو مثل ما تشوفون هذه المنطقة الدرجة اللي آه مؤدي إلى الهالو جراوندز مثل ما تشوفون الخريطة. عند هذا الجثة راح تحصلون على ال البو اللي يتكلم عليه. أكيد في بعضكم انجلت آه عند أول بوس يواجهك في اللعبة الغثيث مارجت. مارجت هذا يا إخوان يعني اذا جلدك مش انت الوحيد حتى ممكن يجلد ناس قديمين في في العاب السولز اعرف ان فيه منطقه اللي هي اسمها الليم جريف مثل ما تشوفون هذا هذا المكان فيه بائع هناك وعنده ايتم اوكي عنده ايتم يسهل قتل هذا البوس طبعا هذا البائع موجود في كهف المارك ووتر مثل ما تشوفون في في الخريطه بتحصل كذا غرفه كانها غرفه بوس فاضية المهم انك بتلقى صندوق الصندوق هذا مجرد ما تفتحه بتحصل لك واحد من الوجيه المعروفة راح تجلده ولكن انتبه لا تقتله انتبه انك ما تقتله فبعد ما تجلده اسحب عليه اطلع من المكان وفرفر كذا وارجع مجرد ما ترجع بتحصل هذا فاتح محل المحل هذا بيبيع عنده الايتم اللي احنا ندوره اللي هو الماركت شاكل فهذا الايتم راح يسهل عليك قتل هذا البوس نصيحتنا اللي بعدها يا اخوان بما يتعلق ان التعويذات خصوصا في بداية اللعبة حرفيا في بداية اللعبة يعني أول ما ترسم من كذا توك بتحرك هنا فيه آه آيتم آه مهم جدا انك تحصله ولكن قبل لا اتكلم عن هذا الايتم اعرف انك راح تنجلد لين ما تقدر تاخذه لانك خصوصا انك في بدايه اللعبه وكذا لكن هذا الايتم يا اخوان ما يتفوت طبعا المكان هو في الستراندد غريفيارد ضروري انك تركز في المقطع يعني تمشي زيه طبعا لازم تستخدم الستون... الستونز وورد كي اللي هو المفتاح هذا عشان البوابة الضبابية تفتحها جنب اول شيك بوينت في اللعبة واللي بيخليك تدخل هذا البورتل او الدنجن اللي هو المكان المخفي. طبعًا عشان تحصله لازم إنك تركض في هذه المنطقة عند العربة الكبيرة هذه عربة الموت. والطيح لازم إنك تطيح من هذه الحافة. والمهم في هذه النقطة إنك ما تركض. تشوفون المنحدر هذاك اللي نازل زي الجسر. هذاك ما تروحه. لازم إنك تطيح في هذا المكان. هذا هو المكان السري اللي طحت فيه. من هنا بتمشي بيجيك زي الجسر كذا. مدري كنيسة ولا إيش وضعه هذه. المهم إن التعويذة بتكون قدامك مثل ما تشوفون. لكن انتبه من الوحش هذا اللي ينط. طبعًا بتاخذ منك محاولات. كثيره انك تحصله لكن بالتوفيق اللي يفيدنا بهذا الايتم اللي انه يرفع الصحه الاتش بي والستامنا والكويب لود يعني ثلاث شغلات مهمه جدا هذه كانت نصائح اليوم يا شباب اتمنى ان المقطع نال اعجابكم طلعت بفائده لا تنسون اللايك والكومنت اذا كنت جديد اتمنى انك تاخذ لفه على القناه وتشترك وتفعل جرس التنبيهات حتى توصلك المقاطع الجديده اشوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم